كابتن الفار الدوري. لوحده. طب اصل ما هو هتبقى هي معانا مشكلة. ناخد حكم انا بحبه جدا جدا، بحب شخصيته وهدوءه واتزانه، وتحس كده فراشه ماشيه في الملعب. فراشه طيب فراشه كابتن احمد طبعا. طيب ماشي كابتن احمد الغندور، حكمنا الدولي اللي كان حكم رابع النهارده، اهلا بيك يا كابتن. حبيبي يا كابتن مصر، حبيبي انت، اخبارك ايه؟ كله عامل ايه؟ تمام مبروك الاداء حبيبي، ربنا بجد يخليك. والله تشكر على ذوقك طبعا. عايز ارحب طبعا بضيوفك كابتن علاء ميهوب وكابتن السيد انا ابو حميد. كابتن احمد حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، منورين دايما يا كابتن الشاشات دايما كده، وتمتعونا بتحليلكم دايما. ربنا يخليك، واحنا سعداء بالتحكيم المصري وسعداء بيك وسعداء بامين وكل الناس اللي حكمت في هذه البطوله، ومحمود عاشور حكم الفار. لكن عايز اسالك سؤال، النهارده كنت حكم رابع، الحكم الرابع اللي محدش يعرفه ان هو مهم جدا، يعني حكم رابع ده ممكن تلاقيه يعني لا قدر الله، يعني ربنا يديكم الصحه، ممكن تلاقيه هو اللي بيحكم المباراه في ثانيه، وايضا عليه اعباء كتيره جدا لان هو عين الحكم بره على الدكتين وعلى الاحداث وعلى حاجات كتيره جدا جدا. ان ايه اللي لفت نظرك النهارده في مباراه الاهلي والزمالك كابتن احمد؟ هقول لك الصراحه، يعني طبعا ان مبدئيا مباراه الاهلي والزمالك مباراه كبيره، مباراه ليها تاريخ وليها سمعه عربيه وافريقيه كبيره، اكيد شرف لاي حد من الحكام السابقين والحاليين واللي جايين كمان انه يدير مباراه زي الاهلي والزمالك او الزمالك الاهلي مع بعض، لان يعني دي بتتكتب في تاريخه وبتتكتب في السي في بتاعه، زي لعيب الكوره اللي بيتمنى ان يلعب في الاهلي والزمالك ويلعب في منتخب مصر، بيعتبروا ان هو ده بالنسبه له ده شيء شرف ليه انه يلبس الفانيلا هنا او يلبس الفانيلا هنا، فدي بالنسبه له ده اضافه ليه كلاعب. ونفس القصه الحكم لما بيدير مباراه للاهلي والزمالك مع بعض برضه دي بالنسبه له اضافه، لان دول فريقين عراقيين ابا ام ابا، انه دول الفريقين اللي بيشرفوا دايما مصر عربيا وافريقيا، فطبيعي جدا ان احنا مبدئيا قبل ما نخش في تفاصيل القصة اللي انا حكم رائع في المباراه، ان احنا لازم ندي للجهازين الفنيين حقهم برضو، صراحه كانوا في قمه الانضباط. انا شخصيا ما تعبتش كتير سواء مع الجهاز هنا او الجهاز هنا، وده شيء مهم جدا. احيانا الاجهزه الفنيه لما بتساعد طاقم الحكام ان هم يركزوا في المباراه بيكون سبب كبير في نجاح المباراه، وده شيء مهم جدا. الانضباط والالتزام للاعبين والاجهزه الفنيه بتدي مساحه كويسه للحكام ان يتركز في المباراه بس. طب أما انا اكتر انا ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه؟ اكيد. انتوا بتلاقوا ضغوط عليكم في مباريات الاهلي والزمالك؟ يعني طبعا. الحكم ايه؟ طبعا. معلش هو يقول لي يعني بيبقى تحس انه في ضغط كبير. مين بيقول طبعا عشان مش انا؟ كابتن ديار. كابتن ديار طبعا دول بيضغطوا بجمهورهم كله بيضغط. ضغط من انهي ناحيه بالظبط؟ يعني ضغط جوه الملعب ولا ضغط خارج الملعب؟ لا ضغط عليك انت كحكم، تحس ان انت مضغوط يعني. كلام كتير، ضغط عليك، ستريس عليك، لعيب بيجي يكلمك من هنا ولعيب بيجي يكلمك من هنا ولعيب بيجي يعني من الحاجات دي برضو. احنا بشر. بص انا معاك طبعا. هي بص هو عامه ان هي مش في مباراه الاهلي والزمالك بس، هي في اي مباراه بتتلعب على فكره بيحصل فيها ضغوط. الفكره بقى انه في يعني قدرات لكل حكم ازاي يقدر يتحمل الضغوط دي. ما هو الحكام للاسف يعني يمكن دي من سمات شخصيه الحكم، انه لازم يكون عنده القدره انه يتحمل الضغوط، سواء كانت الضغوط دي جوه الملعب او خارج الملعب او من الجمهور. ده امر طبيعي، الضغوط دي على فكره موجوده مش في الدوري المصري بس، عندنا موجوده في كل حته في العالم. ففكره انه الحكم يتاثر بالضغوط فدي هتبقى مشكله عنده. معلش 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 يا كابتن احمد اسمح لي. فضل. احنا بنشوف ادائكم في البطولات الافريقيه حاجه يعني تدعو للفخر والذهول، ويعني الواحد كده بيبقى فرحان. بنيجي برضو هنا في الدوري بنلاقي لا بعض الحكام الموضوع مختلف، فملهاش حل الا ان هناك ضغوط على الحكم المصري. بص انا فاهم تقصد ايه، بس هقول لك على حاجه برضه يا مهيب. انا هاخدك لحته ثانيه، هي مالهاش علاقه احنا ممكن نشوف ده عشان احنا بنصدر بعض الناس، معلش يعني، وبعض الناس الدخلاء تاني على الاعلام. انا مصمم اقول الكلمه دي، احنا عندنا ناس دخلاء على الاعلام في سوشيال ميديا دلوقتي بتحرك الدنيا وبتقوم الدنيا، وممكن ما تنيمش الناس في بيوتها. تمام. مع احترامي هم دول اللي بيصدروا الصوره دي.
انت بتقولي ليه بره؟ هي بره ما فيش سوشيال ميديا. انا لما ارجع مباراه من السودان ولا مباراه من اوغندا ولا من هنا، معلش هم دول عندهم سوشيال ميديا عشان يقعدوا يتكلموا على الكوره، لكن للاسف احنا عندنا لا، احنا قبل المباراه ما بتتلعب، وعلى سبيل المثال مباراه النهارده الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في السوبر، تمام؟ معلش انا طبعا ما تابعتش، لانه انا يعني من ساعه ما اتبلغنا بالمباراه واحنا قافلين على نفسنا فكره ان احنا حتى نفتح اي حاجه تخش السوشيال ميديا عشان ما نتاثرش بشيء. ايوه هو دي ضمن الحاجات ان الحكم لازم يعملها، ان ازاي يقفل على نفسه، لان احنا متاكدين وعارفين كويس قوي اللي بيدار حوالين ان احنا حكام مصريين هتدير مباراه السوبر وحسيته المباراه وما يدور حول المباراه وما قبل المباراه وما بعد المباراه. فللاسف انت قبل ما تلعب المباراه اكيد كانت متصدر صوره مش كويسه، وده أيوة. الحقيقه صح كده؟ أيوة. طيب صح. لما طاقم المباراه نجح وعمل مباراه كويسه، فالكابتن مهيب النهارده شايف ان في حاجه كويسه، طبعا والكباتن طبعا معاك الكبار شايفين ان التحكيم المصري عامل حاجه كويسه. استاهلوا. النهارده انت بتجيبني عشان خاطر تقول لي انتوا عملتوا حاجه كويسه، طب لو حصل لا قدر الله العكس كان هيقال ساعتها من الناحيه الثانيه شفتوا ما ده اللي احنا قلناه، ما كنا جبنا اجانب، ما كنا عملنا طب وكنا سوينا. احنا ندي ليه الفرصه يا كابتن؟ ما خلي بالك برضه يا كابتن احمد عشان نبقى واضحين، احنا بنتقبل اي حاجه من الحكم الاجنبي ولا نتقبل اي شيء من الحكم المصري. انا معاك يا كابتن، لا بس هي دي حقيقه. انا عايز اقول لك على حاجه، وانتوا كويسين، قلنا ان انتوا كويسين يا احمد. طب يعني طبعا احنا طبعا قلنا ان انتوا لا تستحقوا ده كابتن ضياء. يعني حبيبي يا كابتن، يعني قلنا كده انت واخد بالك، لكن احيانا طبعا كابتن ضياء انا طبعا مش بتكلم على حضرتك. بص يا كابتن ضياء، اولا انتوا نجوم كبار علينا. وانا شخصيا بستمتع بيكوا، وبعدين انا مش قاعد بكلم مع ناس عاديه، انا ناس ليها تاريخ وليها اسمها، وحتى لو كلموا مثلا او قالوا وجهه نظرهم على حاجه او على لعبه، معلش يعني حتى ما بيقول وجهه نظره ما بياخدش الموضوع في سياق تاني، سياق لا لا قدر الله ما تزعلش مني تريقه، لا سياق طبعا انه يقل من قيمه الشخص اللي موجود. لا، احنا في ناس عندنا بتقل من قيمه اي حد، وهو ده اللي بيقل من مكانتنا في اي مكان. وده عندك حق مش فيها. حكام بشكل، انا بتكلم بشكل عام، حتى معلش يعني الانديه بينها وبين بعضها، احنا النهارده بقت عندنا مشاكل معلش يعني في التعامل مع اي مشكله واي قصه بتحصل، عندنا ردود افعال للاسف بتخلي شكل الامور مش حلو، بتخلي شكل الدنيا مش كويس، وتحس ان الامور بيننا وبين بعض كانها حرب، وده مش حقيقه. معلش النهارده مباراه الاهلي والزمالك النهارده، على انا بالنسبه لي بتكلم بغض النظر عن ان انا حكم كمان، لان راجل كنت لعيب كوره، فنيا مباراه عاليه جدا، مباراه جميله، مباراه اجواءها خلصت في 4 اشواط طبيعيه جدا، ما حصلش اي مشكله، ما حصلش اي انفعالات ولا ردود فعل تخلي لا قدر الله المباراه تروح في حته تانية. فلكن انا معاك انتوا بتشيدوا بينا، لكن احنا عندنا في ناس تانية يا كابتن ضياء، مش بتسيبك بقى من الاشاده او النقد، لان النقد ده شيء مهم تمام كلنا بنتعلم منه، لكن احنا عندنا ناس ابتدت تبعد عن النقد وتدخل في الموضوع بشكل فيه تريقه وشكل فيه معلش يعني قله قيمه، واحنا كحكام للاسف ما عندناش الاله ولا الاداء ان انا امسك ميكروفون وامسك مايك. الجزئيه دي يا احمد المشكله الكبيره فيها ان انتم اتحاد الكره ما بيحميش الحكام بتاعكم، ما عندوش قرارات ما ولا عنده بقى هو كده انت لا معلش انا يعني بقولها هو مش هيقدر هو يرد ما يقولش عليك. انا بقولها لازم هو مش يحمي هيقدر يرد عليك في الجزئيه لازم دي عشان يحمي ما حكامه آه. لازم يحمي حكامه ويحمي لجنته ويعمل الحاجات دي كلها صراحه يعني هو اتحاد الكوره كان بيدافع عنك لما كنت في المنتخب؟ لا ما انا بقول اهو ده طيب. ده جزء كبير من المشكله طيب بسالك يعني ده سؤال ده جزء من المشكله طيب كابتن احمد لما انت تكون حكم وتجي لك رساله مثلا عرفت تنام النهارده انت كحكم بتحس بايه؟ والله اقول لك على حاجه احنا مش بيرد تيجي رساله واحده يعني تقريبا التليفون بيضرب من كتر لا والله انت جايب ورق رساله والله العظيم احنا مش عايز اقول لك عشان كده احنا انا شخصيا انا بتعامل كده مع ادي طبيعتي الشخصيه انا من الناس اللي اول ما ببلغ مباراه سواء كانت مباراه كبيره مباراه مش كبيره انا بقفل على نفسي وبركز في الماتش عشان خاطر اطلع بافضل شكل وافضل يعني اقل اخطاء لانه ما فيش حكم مش هيغلط لكن على قد ما اقدر احاول اطلع باقل اخطاء ودي ده الشيء المهم احنا لازم الناس تفهم الحكام مهما راحت لبعيد قوي كمان
لبعيد قوي كمان، ومهما دخلنا التكنولوجيا وشفنا التكنولوجيا في كل حته في العالم لازم يكون في هتظل اخطاء، الاخطاء لازم. موجوده، لازم هتظل الاخطاء موجوده. واعتقد الكباتن متابعين معظمهم مباريات في الدوري الانجليزي وفي اكتر من طبعاً. من بطوله، واخطاء كبيره جدا لو حصلت عندنا احنا عندنا ممكن نقتل الحكم ونقول له لا بطل خلاص تحكيم، ولا بقى التيشيرت بتاعك ده واقعد في بيتكم عشان تغلط. كجزء من جزء من اللعبه يا كابتن احمد. كابتن احمد هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. كابتن احمد الغندور انت حكم رائع ومتحدث رائع حبيبي يا كابتن، ده انت بس اللي ذوق. وسلم لنا على كابتن احمد حسام طه. طبعا كابتن احمد حسام طه جنبي مني اهو، عايز يكلمك كريزة التحكيم.